بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات من سورة النساء يقول الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم أي كلامهم، ما يتكلم به الناس فيما بينهم، أكثر كلامهم ليس فيه خير، إنما هو إما فضول كلام لا فائدة فيه، وإما شر من غيبة ونميمة وكذب وسب وشتم وغير ذلك. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أن المسلم يزن كلامه، يحافظ عليه ولا يطلق لسانه. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامه مسجل عليه، وسيحاسب عنه يوم القيامة ويجازى به. فخطر اللسان، خطر الكلام، خطر عظيم. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وكم كلمة تقول لصاحبها: دعني. وفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعها الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من الكلام من أمر بصدقة، من حث الناس على فعل الخير، الصدقات والإحسان إلى المحتاجين، فهذا يكون له في كلامه الأجر والثواب، لأنه دل على خير، والدال على الخير كفاعله. أو معروف، يعني أمر بمعروف أو نهى عن منكر، تكلم بكلام فيه خير وفيه فائدة من الدعوة إلى الله والوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، أو إصلاح بين الناس، تكلم للإصلاح بين المتنازعين أو المتنازعين من المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإصلاح، حث على إصلاح ذات البين، وقال: فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. فإذا وجدت أناسا بينهم نزاع وسوء تفاهم، فاحتسب الأجر ووسط بينهم وأصلح بينهم حتى يذهب النزاع، تسلم الصدور، ويكون لك الأجر العظيم في ذلك. لكن على العكس، بعض الناس يورش ويحرش بين المتنازعين ويحثهم على النزاع، تخاصم أو إصلاح بين الناس. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، أي هذه الخصال، فسنؤتيه أجرا عظيما.
هذا وعد من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، وإن كان سهلا ويسيرا وقليلا، أن الله يؤتي عليه الأجر العظيم. ثم قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول، يعني ينازع الرسول ويعصيه ويكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، وهذه هي المحادة لله ولرسوله. من يشاقق الرسول، يخالف أمره ويرتكب ما نهى عنه، من بعد ما تبين له الهدى، عرف الحق وعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف ذلك عن تعمد وعناد. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فدل على أن من قامت عليه الحجة أنه لا يعذر في تماديه في الباطل، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يخالف إجماع المسلمين. وهذه الآية استدل بها العلماء على حجية الإجماع، فإذا أجمع العلماء على حكم فإنه لا تجوز مخالفته، والإجماع هو الدليل الثالث من أصول الأدلة التي هي القرآن والسنة والإجماع. توعد الله من خالف الإجماع في هذه الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، أن الله يخلي بينه وبين المهالك وبين الضلال، لأنه عصى الله على بصيرة، وشاق الرسول، وشاق الجماعة وإمامة المسلمين، فالله جل وعلا يخلي بينه وبين طريقه إلى الضلال وإلى النار. نوله ما تولى ونصله جهنم. الله في الدنيا يتركه يهيم ويضل، وفي الآخرة جزاؤه جهنم، ونصليه جهنم، وساءت جهنم مصيرا ومرجعا ومردا يوم القيامة والعياذ بالله، وساءت مصيرا. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل وعلا واسع المغفرة لعباده المذنبين والمخطئين رحمة منه سبحانه وتعالى بهم، فإذا تابوا واستغفروا الله غفر لهم. ولكن المشرك بالله الذي يعبد مع الله غيره ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات والقبور والأضرحة، هذا مشرك الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا لا تناله مغفرة الله إلا إذا تاب من ذلك، إذا تاب من الشرك والكفر والضلال تاب الله عليه، أما إذا بقي عليه فإن الله لا يغفره. فمن وافى الله بالشرك ولم يتب منه فإن مصيره إلى النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، كما في الحديث: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك من الذنوب صغائر أو كبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه ولم يعذبه عليه، وإن شاء عذبه به، ثم مرده إلى الجنة إذا نال قسطه وحظه من العذاب، فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه التحذير من الشرك، وفيه الحث على التوبة
من جميع الذنوب، وفيه سعة مغفرة الله سبحانه لعباده المؤمنين الذين معاصيهم دون الشرك ألا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على بيان تفسير هذه الآيات المباركات. نذكر السادة والإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة مشكورا على شاشة التلفزيون. سؤال من الأخت أم سعود، تقول الشيخ صالح حفظكم الله: نحن نستفيد من فتاوى الشيخ وتوجيهاته بارك الله فيه وزاده علما وتوفيقا، وتسأل وتقول بأن لها زميلة ذبحت ذبيحتين وهو نذر عليها، فهل تعطي هذا النذر؟ لمن تعطي هذا النذر؟ وهل تأكل منه؟ النذر الذبح عبادة، الذبح لله تقربا إلى الله عبادة، ومن نذر أن يذبح لله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء، لأن هذا نذر طاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن كان الناذر نوى أن يؤدي لحم هذه الذبائح إلى أحد فإنه يفي بنيته ونذره، وإن كان نذرا مطلقا لم يعين له مصرفا فإنه يكون للفقراء والمساكين. نعم. هل تأكل منه يا شيخ؟ تقول إذا استثنت. نعم. استثنت أنها تأكل فإنها تأكل منه، وإلا فإنها لا تأكل منه. نعم. يعني ممكن تعطيها الجمعيات الخيرية وغيرها يا شيخ؟ توصله إلى الفقراء والمساكين سواء مباشرة أو بواسطة. نعم. جيد. ناخذ اتصال من الأخ إبراهيم. تفضل أخي إبراهيم من الحوطة. مساء الخير أستاذ عبد الكريم، ومساء الخير فضيلة الشيخ صالح. السلام عليكم، تفضل. أنا عندي سؤال. جزاك الله بالخير. تفضل. أنا في سؤال، أبي الشيخ يوجه نصيحة الآن، يعني نشوف الآن في أوقات مثلا العزاء عند الناس، يعني أثناء مثلا طلب أحد من الناس مثلا صنع طعام لأهل الميت، يكون هناك جدال من بعض الناس الموجودين مثلا، ويكون يدخل في موضوع اليمين، أنا مثلا سوف أحضر الغداء، ويقول الإنسان الثاني سوف أحضر العشاء، يعني ويدخل في هيمان، يعني وش توجيه الشيخ صالح حول مثلا مثل الناس هذول ليعلمون ان العزاء الان وقت حزن وليس مثل اكل طعام وكذا وابداع الايمان. واضح السؤال ابراهيم. شكرا. اشكرك. يا اخي اصل العزاء مشروع، لان فيه مواساة للمصاب، وفيه دعاء للميت، ذلك بان تقول احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. وكذلك صنعة الطعام بقدر حاجة أهل الميت، صنع لهم طعام بقدر حاجتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لهم بقدر حاجتهم. أما المبالغات وتحديد أيام، 3 أيام وتعطل الأعمال ويجلسون للعزاء ويكون هناك ذبائح من كل جهة وكل واحد عليه يوم وما أشبه، هذه من المبالغات ومن التكلف والزيادة على المطلوب وعلى المشروع. المطلوب ليس هو أن تطعم الذين يأتون ويجتمعون، السنة أن تطعم أهل الميت فقط، هذا هو السنة. ولهذا يقول بعض الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كان الصحابة يعدون ذلك من النياحة، واليوم توسع كثير من الناس في هذا الأمر وخرج عن كونه تعزية
إلى كونه تكاليف وخسائر ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ أبو فاضل من عسير. فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إلى كل خير، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي أربعة أسئلة. عليكم السؤال السلام. الأول، نعم، ما حكم رفع الصلوات والقراءة والخطب والمحاضرات عن طريق مكبرات الصوت الخارجية للمسجد؟ طيب، السؤال الثاني، ما حكم استعمال العطور وملطفات الجو والتي تحتوي على كحول وحكم إدخالها إلى المسجد وتطيب سجاده بها؟ طيب، السؤال الثالث، نعم سريع، هل يجوز للوكيل أن يتصرف لصالح نفسه فيما وكل فيه؟ نعم. السؤال الرابع، من المعلوم أن البيع والشراء منهي عنهما في المسجد، فهل يدخل في النهي الإجارة والقرض وغيرهما من العقود؟ طيب، وما شكرا. حكم هذه العقود إذا كانت داخل المسجد لمصلحته؟ وفقكم الله إلى كل خير. شكرا شكرا. رفع الصلوات عبر مكبر الصوت الشيخ صالح. رفع الصلوات وقراءة القراءة في الصلاة عبر مكبر الصوت هذا بقدر الحاجة، بقدر ما يسمع الحاضرين في المسجد، ولا يخرج خارج المسجد ويشوش على البيوت ويشوش على المساجد القريبة منه، لأن هذا زيادة وفيه أذى. لكن يقصر صوت المكبر على الحاضرين بقدر الحاجة. نعم. استخدام بعض العطورات والروائح في داخل المسجد إذا كان فيها شيء من الكحول، الأصل في العطورات والطيب الإباحة والحمد لله، الحمد لله، إلا إذا ثبت أن هذا الطيب فيه كحول، فيه نسبة من الكحول، يعني فيه خمر، فهذا لا يجوز استعماله، لأن الله جل وعلا حرم الخمر وأمر باجتنابها، فاجتنبوه، والتطيب به يخالف الأمر باجتنابه والابتعاد عنه، هذا إذا ثبت أن فيه كحولا. أما مجرد الشائعات إنها لا تحرم الحلال. نعم. هل يجوز للوكيل أن يتصرف لنفسه بالوكالة؟ لا، ما يجوز أن يتصرف إلا في حدود ما وكل فيه وأذن له فيه، ولا يتصرف لمصلحة نفسه أو لمن لا تقبل شهادته لهم من أقاربه، وإنما ينفذ الوكالة كما أمر الموكل. نعم. شيخ، البيع والشراء في المسجد كالقرض والإجارة داخل المسجد منهي عن البيع والشراء في المسجد، ولا يصح العقد وفيه إثم، ومثله التجارة، لأن التجارة، لأن الإجارة بيع منفعة، الإجارة بيع منفعة فهي بيع في الحقيقة، وكذلك القرض، وكذلك المعاملات الدنيوية لا تبرم في المساجد، لأن المساجد إنما هي لذكر الله وللعبادة وليست محل التجار ومتاجرة ومعاملات، هذا في الأسواق. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في فتاوى على الهواء. شيخ صالح، هذه السائلة تقول قراءة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، الكافرون والناس 7 مرات، وأول 5 آيات من سورة البقرة، هل هذه رقية شرعية؟ الرقية الشرعية أن يقرأ على المريض أو على محل الإصابة الفاتحة، لأنها رقية، الفاتحة رقية، قال صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، ومن أسمائها الرقية، يرقى بها المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث عليه. وكذلك إذا قرأ الآيات التي فيها دعاء، دعاء لله جل وعلا بالشفاء وما فيه
ما فيه قدر يعني الحاجة ويطابق الحالة من الآيات، مثل وإذا مرضت فهو يشفين وغير ذلك من الآيات المناسبة. وأما تحديد 7 مرات أو آية الكرسي أو هذا لم يرد، يقرأها مرة واحدة هذا هو الوارد، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث على محل الإصابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بالمعوذتين. نعم أبو فيصل معنا من الرياض، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ وزان؟ وعليكم السلام، حياك الله. أنا من أبو فوزان، أنا صالح. الشيخ صالح تفضل. السؤال الأول، إذا كنت مسافرا من الرياض إلى القصيم وجبت لي صلاة الظهر وأنا داخل المدينة، هل أقصر الصلاة قصر مع العصر، أو أصلي العصر الظهر 4 وأقصر العصر؟ السؤال الثاني، الاكتتاب في التمين هل يجوز يا شيخ؟ جزاك الله خير. المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، ولكن إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان السلف إذا صلوا إذا كانوا مسافرين وصلوا خلف من يقصر الصلاة وصلوا خلف من يتم الصلاة فإنهم يتمونها ولا يقصرون خلف الإمام. وكذلك إذا صلى الإمام المسافر بالحاضرين فإنه يقصر، ولكن إذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما صلى في الحرم وصلى خلفه الناس قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. يقول سؤال نعم الثاني. نعم، بالنسبة للاكتتابات في بعض الشركات فضيلة الشيخ، ما حكمها الشرعي؟ لا، هو يسأل عن التأمين. التأمين لا يجوز، التأمين التجاري لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. التأمين التجاري لا يجوز. نعم. طيب تفضل يا فهد من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ، الله يطول عمره إن شاء الله. آمين على طاعته. تفضل. السؤال الأول، هل واجب عليكم يا فضيلة الشيخ إيصال هموم المواطن إلى من يخصه الأمر، وما حكم إذا كان يقدر ولا ينفذ؟ السؤال هذا. والسؤال الثاني، كنت على رأس العمل وكان راتبي يسد حاجتي، والآن صار لي حادث ولا يكفيني راتبي، حيث كان راتبي 12,000 والآن 3,800، هل يمكن أن إيصال هموم إلى من يخصها الأمر؟ يعني لأن بصراحة يعني حاجة يعني عجزنا نحلها، يعني لو تكرمتم أنتم توصلتوها إلى من يخصها الأمر، الملك ولا أي شخص، وأنتم لا أهلا بذلك إن شاء الله. طيب شكرا يا أخي. مجرد الشكاوى والحاجات هذه ترفع إلى ولاة الأمور، أصحابها يشتكون على ولاة الأمور، وولاة الأمور قد فتحوا أبوابهم ومكاتبهم لاستقبال الشكاوى. نعم فضيلة الشيخ، المصلي الذي لا يقام أو المصلى الذي لا يقام فيه إلا فرض واحد ويؤذن فيه، هل تلزم فيه تحية المسجد؟ المصلى ليس مسجدا وليس له أحكام المسجد،
لا يصلي في تحية المسجد، إنما إذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، لكن لا تشرع أحكام المسجد للمصلى، إنما هذا في المسجد خاصة المهيأ للصلاة بصفة دائمة، وهو مسجد بجميع مرافقه ويصلى فيه، وله إمام راتب وله مؤذن، هذا هو المسجد. أما المصلى المؤقت في الدوائر أو في غيرها فهذا لا يأخذ أحكام المسجد. نعم. هل يشترط الوضوء يا شيخ لصلاة الجنازة؟ نعم، هي صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، صلاة الجنازة وغيرها، كل الصلوات الفرائض والنوافل والصلوات الواجبة لا بد من الطهارة، وكذلك النوافل، صلوات النوافل لا بد لها من الطهارة، وإلا فإنها لا تصح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. ناخذ أبو نايف من الرياض، تفضل أبو نايف. السلام عليكم ومساك الله بالخير يا شيخ صالح. عليكم السلام. مساك الله بالخير وعليكم السلام. عندي سؤالين الله يحرم وجهك على النار. تفضل. الأم إذا قامت بتنظيف طفلها الله يحييك وهي على وضوء، هل ينقض وضوءها؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة الحجامة يا شيخ زي ما يسوون الرجال؟ طيب شكرا يا شيخ. الأم إذا نعم، السؤال الأول. نعم. إذا نظفت الأم طفلها وجاءت يدها على فرجه مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها، أما إذا كانت نظفته من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءها بذلك. وأما السؤال الثاني، المرأة هل تحتجم أسوة؟ نعم. بالرجال الحجامة طب نبوي مفيد للرجال وللنساء، ليس خاصا بالرجال، ولكن لا يحجمها الرجل إلا عند الضرورة، يتولى حجامتها امرأة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟ الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم. تفضل يا عبد العزيز معنا من القصيم. عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ، رجل خطب امرأة للزواج. نعم. وتم القبول من الطرفين. نعم. وبعد أيام. نعم. توفي الرجل وهو لم يعقد عليها، وقد أوصى لها بمبلغ من البال، فهل يحق لها ذلك؟ طيب شكرا. أنت تقول تم القبول من الطرفين، هذا أخشى أنه عقد، فلازم تراجعون المحكمة. يا أخي لازم تراجعون. لا ما عقدوا، ما عقدوا لسه، ما عقدوا. أنت تقول ما عقدوا، لكن يمكن أن كلامك هذا أنه عقد، أنهم تم القبول من الجانبين. طيب راجعوا المحكمة يا أخي. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل في ارتداد. نعم، في تردد يبدو أنه من متصل.
التشاؤم من يوم الأربعاء وما حكم التشاؤم من بعض الأشهر؟ التشاؤم عموما لا يجوز لأنه منهي عنه من الطيرة، والمطلوب الفال يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفال وكان ينهى عن الطيرة ويقول إنها شرك، فلا يجوز التشاؤم، وإنما يستحب الفال الحسن، لأن الفال حسن ظن بالله، وأما التشاؤم فهو سوء ظن بالله وتأميل للشر من الحيوانات ومن الناس ومن، فيكون الإنسان دائما مستوحشا. أما إذا كان يتفاءل فإنه يكون مطمئنا. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ صالح، هناك بعض الفقهاء من يقولون بأخذ حبوب منع الحمل للنساء، وأيضا بعض الأطباء، هل هم على حق؟ نرجو الإيضاح في ذلك. لا يجوز منع الحمل إلا في حالة الضرر، إذا كانت المرأة على حياتها خطر إذا حملت فإنها تذهب إلى الأطباء المختصين وينظرون في حالتها ويقررون لها الدواء الذي يدفع عنها الضرر المترجح. أما منع الحمل بدون ضرر فهذا لا يجوز. نعم. نأخذ فيصل من الرياض معنا. نعم، من مكة. جزاك من مكة. تفضل فيصل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ صالح، السلام. نفع الله بكل الإسلام والمسلمين، اجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين. في مسجد بني حديثا في الحي عندنا، وكتب على جميع حيطانه من الداخل: الله محمد، الله محمد، الله محمد، جهلا جميع الحيطان. هل هذا جائز؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟ جزاكم الله خير. تكره الكتابة داخل المسجد، لأن هذا يشغل المصلين ويجعل المسجد كأنه متحف، فيخلى المسجد من الكتابات ويهيأ للصلاة ولذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: فضلات الأغنام هل تؤثر على طهارة الملابس وطهارة الجسم، أم يجوز له أن يصلي وإن أصابه شيء من ذلك حفظكم الله؟ الأغنام طاهرة، بولها وروثها طاهرة ولا يضر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة وفضلاتها طاهرة، والحمد لله. نعم. يقول هذا السائل: رجل يتلو القرآن ولكن يا شيخ بصورة غير سليمة، رديت عليه أكثر من مرة، فبماذا توجهوننا والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. هل من ننصحه بالاستمرار في القراءة؟ أولا إذا كان يستطيع أن يتعلم وعنده من يعلمه فإنه يجب عليه ذلك ليعدل قراءته على الوجه الصحيح. أما إذا كان ما يتمكن من التعلم وإنه يقرأ على حسب استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال لفضيلة الشيخ الله يطول عمره: هل يجوز أن أقسم من أجر الصلاة على الجنائز لأحد والدي المتوفين بعد الفراغ من الصلاة؟ الصلاة على الجنازة يكون الدعاء فيها للميت، يكون الدعاء فيها للميت، وكذلك تدعو للميت وللمسلمين عموما. وأما الدعاء الخاص فهو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، هذا خاص بالميت.
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله الى اخره. هذا خاص بالميت. ومن الدعاء ما هو عام للميت ولغيره في صلاة الجنازة يرجع إلى الوارد في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الشيخ صالح، نحن نعمل في الصيد البحري ونخرج للصيد في قارب صغير من الصباح المبكر إلى قرابة وقت المغرب، ولضيق المكان واضطراب البحر نضطر أحيانا لصلاة الفريضة جالسين، فهل الأولى أن نصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها جالسين أو نؤخر صلاة الظهر والعصر؟ إذا تمكنتم من الصلاة جالسين فلا بأس بذلك للعذر. إذا تمكنتم من الصلاة جالسين في القارب فإنه يجب عليكم ذلك، ولو كنتم جالسين، لأنكم إذا لم تستطيعوا القيام فإن القيام يسقط عنكم، لأن هذا مثل حالة المريض، يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. تفضل يا أبو محمد من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله، تفضل. أكلم الشيخ الله يحفظ. تفضل الشيخ صالح. السلام عليكم. يسمعك. عليكم السلام. وعليكم السلام الشيخ صالح. ودي توجه نصيحة الله يغفر لك ولوالديك لمن يقحم المرأة في العمل بين الرجال بظهارها في القنوات. طيب. ومن يسعى لمخالفة الشريعة في مثل هذه الأمور خاصة في بلادنا، الله المستعان. شكرا لك، جزاك الله خير. يا أخي، المرأة تعمل عملها اللائق بها الذي لا يتنافع مع حشمتها ومع سترها ولا يخلطها مع الرجال، تعمل العمل المناسب لها مع الاحتشام. هكذا كانت نساء المسلمين تعمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: كنا يعملن محتشمات محتفظات بسترهن بعيدات عن الاختلاط. وأما ما يفعله بعض المستغربين الذين يريدون أن يحولوا مجتمعنا إلى عادات الغرب وتقاليد الغرب، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يعبأ بهم. نحن مسلمون ولله الحمد، لنا ديننا ولنا وقارنا وسمتنا، ولا نجلب عادات الغرب الخليعة والفاسدة وننشرها في بلادنا وعلى نسائنا. نعم. أحسن الله إليكم. لي والد، تقول الأخت، لي والد متوفى ويرغب وأرغب أن أعمل له عمل صالح، أي الأعمال تصل الميت في مثل هذه الحالة؟ أصل إليه ما ورد به الدليل من الصدقة عنه والحج والعمرة عنه والدعاء له، هذه الأشياء وردت بها الأدلة فيجتهد فيها. نعم. هل نحصل يا شيخ على ثواب مجالس الذكر ونحن نستمع للفتاوى وغيرها، وذلك عبر الانترنت والوسائل الأخرى؟ نعم، إذا استمعت للذكر في مباشرة أو في وسائل الإعلام وبنية صالحة فأنت تؤجر على هذا وتستفيد أيضا. ولكن ما كل الفتاوى يستمع إليها إلا إذا كانت صادرة من أكفياء من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدين. وأما ما نهب ودب وفي المواقع وفي الفضائيات كل يفتي فهذا يتحفظ منه، غاية التحفظ. نعم. نواف من الدوادمي معنا على الخط، تفضل يا نواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم بيع التأشيرات يا شيخ؟ شكرا. تأشيرات لها نظام يا أخي، نظام حكومي، نظام العمل والعمال يتمشى عليه. نعم. أسمع من بعض الناس بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية أو الهدية،
وهذه الهدية تنفع الميت في قبره، وقد قرأت هذا في أحد الكتب يا شيخ. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لا الحي ولا الميت، الصلاة عمل بدني لا يصلي أحد عن أحد، لا حي ولا ميت. ولكن الدعاء تصلي وتدعو للميت وتدعو بعد الصلاة أو قبل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للصيام، هل ورد شيء في صيام مثل شهر رجب وشعبان؟ شعبان نعم ورد أن الرسول كان يصوم أكثر شهر شعبان، وما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صوم أكثر مما يصوم من شعبان، لكنه لا يستكمله عليه الصلاة والسلام. أما رجب فلا، لا يشرع في رجب شيء إلا كسائر الأشهر، ولا يخص بشيء لأنه لم يثبت في خصوصيته عبادة، لا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك، فهو كسائر الشهور. نعم، نأخذ أبو ناصر معنا على الخط. تفضل أبو ناصر. أبو ناصر تفضل، الله يحفظك. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ طال عمرك؟ تفضل. شيخ عندي سؤال طال عمرك، من ناحية أخو لي متوفي قدام 7 سنوات، وأبينا وخصمنا الوقت الحالي في السجن، وأنا طال عمرك عارف القصة حقت أخوي يعني كلها من إلى. واخويا طبعا توفى صدمه خصم حقنا، وخصم الوقت الحالي موجود في السجن، وصار خصام بيني وبين اخواني وبين الوالده، لاني انا الوكيل حقهم الشرعي. وسويت طلعت من السجن، كنت انا مسجون كذلك، طلعت انا من السجن اطيع امر، ف اخواني والوالده يعني ما يسمعون مني، وانا عارف القصه يعني حقت اخوي والخصم حقه. والسؤال والله يا اخي اسمع الله يهديك. خلاص، هذه خصومه وقضيه. نعم، قضيه حادث من الحوادث يرجع فيها للمحكمه والى تقرير المرور والى المحكمه الشرعيه. طيب، نعم. طيب، كيف إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة يا شيخ؟ يمسح عليها، يغسل السليم من جسمه ويمسح على الذي عليه الجبيرة، ويكفي عن غسل ما تحته والحمد لله. نعم، اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب أن يستعيذ من الشيطان، هل هذا وارد؟ هذا لا أصل له، الوارد أنه يكظم التثاؤب ما استطاع، فإذا غلبه فإنه يضع على فمه شيئا ولا يفتحه ويخفض من صوته، ولم يرد أنه يستعيذ من الشيطان. نعم، يقول هل يجوز الحلف بنعمة الله مثال والنعمة وهذه النعمة؟ لا يجوز الحلف بالمخلوقات، سواء النعمة، كل المخلوقات فيها خير وفيها في الغالب، المخلوق لا يحلف به ولا يقسم به، إنما يحلف بالله عز وجل. نعم، يا عبد الهادي معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أسعد الله. السلام، تفضل سؤالك مختصرا، تفضل عبد الهادي. أسأل الشيخ عن أنا جيت متأخر على الصلاة، فاتني ركعة. نعم، وقضى الإمام الصلاة وقمت لإكمال الركعة اللي فاتتني، وجاني واحد يبي يصلي معي، أصير أنا الإمام وهو مأموم، هل يجوز ولا لا؟ شكرا، لا بأس بذلك، إذا دخل معك وإذا سلمت يقوم ويكمل صلاته فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخ أبو عبد العزيز الشيخ صالح، نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، ونصلي عليها
قبل الذهاب بها إلى المسجد؟ صلوا مع الجماعة، لأن هذا أفضل وأحسن للميت، كثرة الجماعة عليه أفضل وأحسن له، وأنتم آجر لكم إذا صليتم مع الجماعة. أوقفوا التغسيل أيام يعني وقت الصلاة وصلوا مع الجماعة ثم تعودون إلى عملكم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: التزمت منذ فترة، فهل علي قضاء ما فاتني من الصلوات حيث كنت لا أصلي، أو أن التوبة تجب ما قبلها؟ الصحيح أنه لا، إذا تركت الصلاة متعمدا فلا تقضيها، وإنما تتوب إلى الله وتحافظ عليها. أما إذا تركتها نائما أو متكاسلا فإنك تقضيها، إلا إذا شق ذلك وكانت صلوات كثيرة وأعوام أو أيام كثيرة، فإنها تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يسلم من النفاق من يذكر الله كثيرا وله نصيب وافر من العمل الصالح؟ نعم، إذا ذكر الله بقلب ونية صالحة وأكثر من ذلك فهذه علامة الإيمان، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا، فمن علامات المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. وأما المؤمن فإنه يكثر من ذكر الله، لقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. صالح من الرياض، تفضل أخي صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، السلام. أنا طلعت لي سيارة من أحد الشركات أجار منتهي التمليك بعقد لمدة 4 سنوات، قمت بسداد هذا المبلغ، وفي نهاية العقد تبقى مبلغ اللي هي الدفعة الأخيرة 15,000 ريال، طلبوا مني دفعها وما كان المبلغ موجود عندي، فطلبوا انها تتسدد زيادة ارباح، فما الحكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟ يا اخي هذا عقد باطل، البيع الاجار المنتهي بالتمليك عقد باطل ولا يصح، فاذا كنت تريد السيارة اشترها من جديد شراء جديدا، وأما ما مضى من الآجار المنتهي بالتمليك فهو عقد باطل لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كم بين فترة العمرة والعمرة، وما حكم أخذ عمرة مثلا للأب في سفرة واحدة، وعمرة للأم وعمرة للأخت؟ لا مانع من تكرار العمرة في سفرة واحدة أو في أسفار، ولكن الأولى ألا يكرر العمرة في وقت متقارب، بل يكون بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث ينبت شعر رأسه ويكون بينهما فاصل زمني، هذا هو الأفضل والأليق. نعم. يقول: أرجو من الشيخ صالح أن يشرح لي حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني القدر، القضاء والقدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، والعكس من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قدرا وشرعا. فعلى المسلم أن يحرص على حسن الخاتمة، وأن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يتوب من الذنوب، وأن يكثر من الحسنات استعدادا للموت، لأنه لا يدري في أي لحظة ينزل به، فليكن على عمل صالح. نعم، أحسن الله إليكم. حمد من جدة، تفضل يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أخذنا عمرة سابقا مع أحد بناتي.
نعم. وما كملت الطواف، الطواف ما كملت الطواف، حست ان الدوره نزلت معه وبعد كذا خرت ولا كملت. وش اللي عليها يا شيخ؟ والان تجوزت البنت بعد سنتين تجوزت. طيب. تزوجت وهي ما وهي محرمه، ما زال الاحرام عليها، فالعقد غير صحيح، وعليها ان تعود وتاتي بالطواف، طواف العمره. وإذا كان حصل عليها جماع فهي عمرة فاسدة، فتحرم بعدها بعمرة جديدة، وتذبح فدية شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، ويعاد العقد من جديد. نعم. الشيخ صالح حفظكم الله، أرجو أن توجهوا الإخوة والأخوات في مثل هذه القضايا، قضية السؤال عن الموضوع أو الحكم الشرعي في الطواف والحج والعمرة، ولا يسألون إلا بعد فترة من الزمن. الذي يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يقرأ المناسك المختصرة الموثوقة، أو إذا كان ما يقرأ يجعل أحد يقرأ عليه حتى يعرف كيف يؤدي النسك، ويسأل أهل العلم قبل أن يشرع في يعني ماذا يعمل، كيف يعمل، يسأل، يكون على بصيرة من أمره، ولا يتصرف من عنده بدون علم. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواجب أن هذه المرأة أو ولي المرأة لما حاضت أنهم سألوا أهل العلم في وقتها كيف يتصرفون. نعم. أحسن الله إليك. ما رأيكم يا شيخ في إمام مسجد به حدث دائم، هل يقدم في الصلاة؟ لا تجوز صلاته إلا بمن هو مثله، من حدثه دائم، أما السليم فلا يجوز أن يصلي خلفه. نعم. طيب، ناصر من القصيم معنا على الخط، تفضل يا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم يا السلام. شيخ عندي فلوس الواحد توفى، وقلت بخليها نحجبها أنا، وعندي عيال قصر. طيب. لا يا أخي، هذه لأولاده لورثته، ما يجوز لك تصرف فيها، تأديها لوليهم ولوكيل الميت، ولا تتصرف فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء يا شيخ في حكم تأخير زكاة الذهب. أي ذهب؟ الذهب الملبوس. الملبوس ليس فيه زكاة على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، الذي يعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة، تيسيرا على الناس والحمد لله. نعم. بهذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة نشكر فضيلة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء. جزى الله شيخنا العلامة الشيخ صالح خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. أشكر زملاء الحقيقة في استوديو الطائف الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا له هذا اللقاء مع تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، كما أشكر زملائي معي في الرياض في الاستوديو، هذا المخرج ناصر القمي. يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.